السلام عليكم الاحباب، كي راكم بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم نهضروا مع جماعه البيكانتو بصفه عامه ازياتيك، جماعه الازياتيك كاع سيارات ليسونس تقريبا فني حتى في الديازل تقريبا زيت تاعهم واحد. كيما الكيا ولا هيونداي ولا كاع سيارات الازياتيك، اغلب الناس 90% غالطين في الزيت تاعهم، تقريبا يديروا فيهم كاع 15-40، هو السبب اللي يخلي الموتور يعيش عامين ولا 3 سنين ومن بعد يبدا ينقص لك الزيت، وتلقى هنايا الزيت في التيوا تاع لي رون ليفلات، تجيب موتور موسخ بالزيت وتبدا تنقص لك. الناس كي يقول لك باللي البيكانتو كاع ينقص، نقول له لا راك غلط. يقول لك الاكسون كاع ينقص، نقول له راك غلط. هما حاسبين باللي هذو السيارة تنقص وهي ما تنقصش، وين تاع نهار اللي دير لها الزيت الافضل تاعها المناسب، نهار اللي دير لها 15-40 بالسيف من بعد يولي ينقص لك، وكي يولي ينقص لك تدخل في ديك تاع ينقصوا نورمال، شغل غلط ويزيد يغلطك معاه، يقول لك عادي كاع ينقص. دونك حنا درنا التجربة مع هذا البيكانتو، هذه مولاها كان يديرها غير في لاميزون، ملي جابها 0 كيلومتر حتى 120,000 كيلومتر هكا. حنا ماناش فاهمين لاميزون علاش يديروا 15-40، تبقى علامة استفهام علاش لاميزون اللي نورمالمون هي ما تغلطش، أنا نقدر نغلط باسكو الشركة الأم ما تغلطش، علاش ما يديرولهاش زيت أفضل؟ زيت بلا يدير لها 15-40 طيب ما على باليش. هذا ها هو الكيلومتر تاعها الاول، ها هو من اللي بدا جبتها 0 كيلومتر تاع علاش 300 بيدون الاول 300 بصح كي جبتها لوطو جبتها جديده 0 كيلومتر ولا جبتها ماشيه 0 كيلومتر لاميزون. ثم البيدون الاول جبتها في لاميزون 3000، هذا البيدون الاول 3000، هذا البيدون الثاني، هذا الثاني دايره في لاميزون اولا شحال هذه 10000 رام ديال بين هنا، هذا البيدون على 20000، هذا على 30000، هذا 47000، هذا 57000، هذا 67000، 75000، شوفوا كاع 85 96، كاع هذو في لاميزون. نشوفوا واش دايرين له الزيت، دايروا له الزيت. ها هو نجو هنايا، نجو هذه لا فاكتور تاع لاميزون، وراه وراه وراه، ها هو ها هو 15W40. لوطو هنا شحال ماشيه؟ 39000. لوطو هنا ماشيه 57000. 15W40 ماشي باين لكم كاع لي فاكتور تاع الفيديو جي طويل، ها هما كاع لي فاكتور حتى 120000 كاع 15W40. في تاعنا عطيناه راي، حنا اش درنا؟ درنا له طواج موتير وهو نهد مباشره 5W40، وقلنا له جرب لوطو تاعك شوف ولا تنقص ولا ما تنقصش. الحمد لله. شحال مشيت به هذه الخطره؟ 10000. 10000 نقصت لنا قد نقولوا ربع ولا اقل من ربع في ال 10000، عبالكم ربع في 10000 كيلومتر لوطو ما تنقش. دروك شاد ربح المحرك تاعك، درنا له 5-40 درنا له 6-3 اللي هو قريب بزاف للزيت الاول الافضل تاعها اللي هو 5-40، وهي زيت تاعها افضل 5-40. حنا غادي نهضروا نقول لكم نجيب لكم معلومه كيفاش تقدر تخير الزيت من الكاتالوج تاعك. عطينا في الكاتالوج، ها هو الكاتالوج، بسم الله. شوف الناس الاولى كي يقراو في الكاتالوج يروح ديريكت هنا للفاسيكونت، يقول لك هذه تمشي بالفاسيكونت او مكتوب في الكاتالوج، بصح نساب لي كاين هنا 0-30 ونساب لي كاين 5-40 و50 راهم هنا. حنا كي نشوفو الخطوط هذو السوداء شوشا كاين 0-20 اصغر خط، ال 15-40 طويل عليه شويه، ال 10-40 اطول، هو اللي تحتها، وال 5-40 وال 5-40 وال 5-40 هو اطول خط. واش معناتها اطول خط؟ يعني يقاوم كاع درجات الحراره، يقاوم افضل منهم في كل شيء. ماشي انت تروح دير الفاسيكونت وتقول لي بلي تمشي بالفاسيكونت. هنايا خويا هو غادي يفهمكم هذه، راه الله يبارك يبحثوا كاع. كي قريتها شي هنا شاش الزيت هاي ريكوموند ديال الجزائر، هاي لالجيري صح، دير 5-40 ديرين 5-40 هم لي ريفيرونس اس ام سوبيريور زيد سي جي 4 سوبيريور لي 5 جي اف 5 كو سوبيريور جي اس ام بس 5 طلع سما 5 طلع والاسي او ا ا5 بي 5 ولا ا5 بي 5 هاي ريكوموند ديال الجزائر، هاي مكتوبه في الكتالوج الجزائري الزيت اللي دايره في الجزائر. دوك حنا نروحو زيت المناسب لقيناه في الشركه تاع ياكو، عندهم زيت خادمين خاص لهذو السيارات، عطيهم تشوفوه ونقراو المعلومات اللي فيه. قرب لي وخليتك هما نروح، بسم الله. واش لقينا هنايا؟ بسم الله جي اف 6 جي اف 6 وهنا داني جي اف 5 او سوبيريور، تسمى جي اف 6 راه مطور على جي اف 5، هو هذا 5-40 هذا اس بي. واش معناتها؟ هذا كراط متطور على الاس ان، باسكو كاين اس ان وكاين اس بي، هذا الاس بي ار سي متطور بزاف، وهذا مخدوم سبيسيال، هما السيارات الاسيويه والامريكيه.
هذا اللي شفتو افضل اللي يناسب هذا المحرك. ماشي نقول لك هذا ولا ما كانش، تقدر دير في ماركات اخرين، بصح حنا اللي راه حاضر عندنا واللي بحثنا عليه هذا صناه مناسب. دونك حنا نمشيو هذا، دونك ما هداش عليه ماشي ماشي 15000، زعما انت كي تمشي به 2000 تمشيها صافيه، بصح مشي تدير الكاسكار تروح دير هذا، زعما خاص تجرب كيما درنا مع خونا. حنا هو درنا السام ديالو، بصح قلنا له اي تغيير تنقص بزاف علمنا. هو مشى بها 10000، صحيح تحطها مشى بها 10000 ما نقصت لاش الله يبارك، ربح المحرك تاعه. كاين احتماليه وانت تكون ماشي بزاف بالكاسكارون تكون دير غير الديسكارون تنقص لك، ولا دير الساكارون تشرب الزيت. تسمى هو الحمد لله هنا اللي ساكمو ما راهمش ناقصين، باسكو هذا الكاسكارون شنو يدير؟ ثقيل راك تمشي به غلطك انت ما ينقصلكش، بصح راه يضيع لك في الرقم 5 30 وال45 وال10 40 كمل معاهم كمل معاهم باش يولي ينقص لك في الكاسكارون، ولا ولا ينقص في الكاسكارون ما عندكش حل الا ريفيزيون. ضرب هو بهذا الزيت قادر هذا الموتور يمشي نقول له 100 ولا 150 يقدر يمشي به 500 الموتور ما ينقص له، باسكو هذا يقاوم بزاف ينقي الموتور بالداخل فيه بزاف امتيازات، غالي شويه على الزيت الاخر. هذا ديجا يدير ياكو في ياكو يدير 700، بصح شي لا يحافظ على الموتور زياده. تسمى عندك سياره باغي تحافظ عليها خويا دير لها الزيت تاعها. يبقى السؤال مطروح، علاش الشركه الام دير 15000؟ ماناش عارفين علاش، علاش ما يقترحوش على الكليون يقول له كاين افضل قال 50 0 30 وانت خير، علاش انت تفرض عليه دير 15000 ومن بعد يمشي بها عامين مور عامين مور تما تكمل كما نقولوا لا غارونتي تولي لوطو تكونسومي لا بيس تولي تضيع وتولي ديك. نورمالمون ان شاء الله يكون وصلنا لكم الرساله اخوتي، وكلمه من عند خويا قول برك اللي قلتها معليش تفضل. الواحد يتبع الكتالوج تاع اللي جا ريكوموندي من الشركه باش ما يخسرش لوطو وصايي. هذه هي، وما نعطيكم معلومه كاين بعض لي كتالوج مغلوط، غادي تقول لي كيفاش وكاع كاين بعض لي كتالوج مغلوطه. بالك في افريقيا تسيبها زي تسيبها ب 15 40، وفي دول اخرى تسيبها ب 50 و 30. تقول لي درجه الحراره غادي نعطيكم هذه ان شاء الله من بعد ندير عليها فيديو، درجه الحراره المحرك ستابل، يعني الا كان يمشي فيه درجه حراره مثلا انا مانيش عارف شحال درجه الحراره اللي شاف بالضبط، درجه حراره مثلا المحرك 90، لو كانت تطلع فوق 90 يصرى مشكله في اللوطو، كنت تكون قل صرا كان مشكل في اللوطو، يعني درجه حراره المحرك ثابته عليها يدير لها الزيت. كيقول لك 50 راه يتاقلم معها بالك في كاع الاجواء، 50 ولا 0 خاطر علاش؟ 30 هي درجه الحراره، واللي قبل الخمسه هي تاع درجه البروده تاع التشغيل تاع الصباح. هذه هي، من بعد ان شاء الله نزيدو نوضحكم اكثر في على 50 والديسكارون وش الفرق بيناتهم. ان شاء الله نكون وصلنا لكم المعلومه من عين محركات السيارات. بقرات ومرحبا بالجميع، مع السلامه. حاجه نوريها لكم جماعه، شوفوا ليبان، شوفوا الموتور الداخل كي داير، شوفوا الداخل الموتور. هذا ماشي 130000، نقلنا الموتور دو فوا، المره اللي فاتت وهذه المره نورمالمون، الخطره اللي فاتت درنا له 50 3، وهذه الخطره 50 3، وهذه الخطره درنا له 50 3. شوف تبان هذه الداخل، الله يبارك ما شاء الله. هذه هي اخوتي، مع السلامه.